كسر قانون التظاهر ونزول المتكرر في فعالياتنا السلميه لكسر قانون التظاهر. تم الاعتداء علينا امبارح بوقفه سلميه امام مجلس الشورى، تم اعتقال عدد كبير منهم على راسهم 16 بنت والداعيه للوقفه منى سيف، تم اعتقال 24 واحد لغايه دلوقتي ما تمش الافراج عنهم. احنا مستمرين في النزول للشارع ومستمرين في الفعاليات السلميه لكسر هذا القانون. احنا مش ضد قانون ينظم التظاهر ولكن ضد قانون يقمع التظاهر او ان يكون هناك اليات قمعيه تستند عليها السلطه الحاليه في قوانين يعني تستغل من وراءها اهداف اخرى، وبالتالي احنا نزولنا المتكرر باسبوع فعاليات كامل لحين الافراج عن المعتقلين واقاله كل القيادات الداخليه ومحاكمه محمد ابراهيم ورفض ماده المحاكمات العسكريه ولا لقانون التظاهر وقصر قانون التظاهر. يا نظام غبي افهم بقى مطلبي.